لمحاضرة في أحد الملتقيات، فتكلمت حول هذا الموضوع، فطلب أحد الشباب الصغار المشاركة، قام وأمسك الميكروفون ثم سألته قلت يا ابني أنت أي صف؟ قال أنا أدرس في الثاني الثانوي، يعني عمره يمكن 16 سنة تقريبا. قال يا شيخ أنا في إحدى المرات يعني أبي لم يستطع أن يحضرني من المدرسة، فاضطررت إلى أن أركب مع أحد زملائي ليوصلني إلى البيت. يقول زميلي هذا كان يدخن وأنا في سيارته وأنا المحتاج إلى أن يوصلني، يقول بالتالي صعب أن أقول له أطفئ سيجارتك، ولو قلت له ذلك لن يطيعني، وإن كان أيضا كان يجب عليه أن يقول له ذلك لأنه منكر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الشاهد يقول فيعني وصلت إلى البيت وإذا ثوبي وغترتي فيها رائحة دخان، فلما أقبل أبي كأنه شم شيئا من ذلك فأقبل إلي قال يا ولد تدخن؟ قلت لا يا أبي لكن أنا زميلي وصلني، ويعني ما استطعت أن أقول لا أطفئ سيجارتك ولا أنا أقول افتح النوافذ، ولا الرجل يوصلني ببلاش ويعني متفضلا علي بذلك. يقول فقال بل أنت تدخن وأنت كذاب. يقول وبدأ يضربني ضربا مبرحا أمام إخواني الذين هم أصغر مني وأمام أمي، وأنا أعتذر إليه وأقسم له وهو لا يصدق ذلك. يقول فلما كان من غد أو بعد غد قال لي الشيطان يعني ما دام أن أباك ضربك بسبب التدخين وأنت لا تدخن إذن دخن نكاية فيه وتأديبا له وانتقاما لنفسك منه، يعني برد قلبك والقهر الذي في قلبك هذا والحزن برده بأن تدخن ليكون ضربه فعلا له سبب. يقول واستمريت يا شيخ أدخن أسبوعين. يقول فكأن أبي يعني تكرر منه شم هذه الرائحة لكنه أراد أن يغير الأسلوب، وفعلا يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق وإذا أراد بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق، يعني لاحظ تأكيد النبي عليه الصلاة والسلام على أن الرفق إذا وجد في البيت فإنه بإذن الله تعالى يكون نافعا، وقال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، وقال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. دائما استعمالنا للرفق واللين والهدوء هو الأصل، وإن كان أحيانا الإنسان قد يحتاج إلى الشدة لكن الأصل أن يستعمل الرفق واللين. الشاهد يقول فكأن الأب يعني تأكد من ذلك، فيقول خرجنا من صلاة العشاء يوما قال لي أبي اركب معي في السيارة، فركبت معه. يقول فذهب بي إلى محل يعني للقهوة ما يسمى بالكوفي شوب يعني. يقول ودخل وجلس على طاولة وقال لي ماذا تطلب، وأعطاني القائمة الطعام. قال فاستغربت قلت والله أبوي عازمني اليوم في 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 كوفي شوب يعني هذه غريبة. يقول فقلت لا الله يسلم. قال لا بد أن تطلب شيئا. قال فأخذت يعني بعض الكيك والعصير. يقول فجعل يتكلم معي بكل هدوء قال يا ولدي والله إني أحبك وأحب لك الخير، يا ولدي لا يوجد أحد في العالم يتمنى أن الآخر أحسن منه إلا الأب مع ولده. لو قيل لك إن جارك أخذ شهادة الدكتوراه وأنت ما معك دكتوراه لا تمنيت أنها لك دونه، ولو قيل إن جارك أو صديقك حفظ القرآن وأنت لم تحفظ لتمنيت أن هذا الحفظ في صدرك لا في صدره، ولو قيل إن فلانا اشترى سيارة جديدة أو أهديت إليه لتمنيت أنها لك وليست له، إلا الوالد مع ولده. لو قيل إن ولدك حصل على شهادة الدكتوراه لعددت هذه لك لأنك أنت ومالك لأبيك وفرحت بذلك وإن لم يكن لك عند وإن لم يكن لك أو عندك مثله. وكذلك لو قيل إن ولدك قد اشترى سيارة أو أهديت إليه أو حفظ القرآن لسعدت بذلك سعادة شديدة ويعني وظهر عليك الفرح والسرور حتى وإن كان هذا الفضل جاء لولدك ولم يجئ لك. ثم قال والله يا ولدي إني أحب لك الخير، وأنا وإن غضبت أحيانا إلا أني لا أغضب إلا لمصلحتك، أنا ماذا أريد من هالدنيا إلا أن أراك قد رفعت رأسي وبيضت وجهي أمام الناس، أفرح لما يقول الناس هذا فلان ابن فلان، أشعر أنهم يمدحونني لا يمدحونك. يقول وجعل يعني يحرك مشاعري بهذا الكلام حتى دمعت عيني. ثم قال يا ولدي فأرجوك سواء تدخن
إن كنت يعني صادقا أنك لا تدخن، أو إن كنت تدخن فأرجوك يا والدي أن تقطع ذلك، أنا يعني أحزن ويصيبني الهم والغم بسبب ذلك. يقول ثم خرجنا، فوالله يا شيخ هذا الكلام يقول أمام يمكن ملتقى في 5000، يقول والله بعدها كلما أردت أن أرفعها إلى في شعرت بنوع من الخيانة لأبي، فتركتها من تلك اللحظة. نحن أيها الأحبة إذا يعني حرصنا على أن نرفق بأبنائنا، والأم مع بناتها، يعني مع الأسف ربما بعض الأمهات يعني إذا طلقت ابنتها أو تأخر زواجها بدأت تعايرها بذلك وتتكلم عليها بما لا يليق، وهذا أمر عند الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يعني